العويفة ومساء الخير لكل الشباب والصبايا اللي عم يتابعونا وين ما كان بدول العالم وبالوطن الأم لبنان. اليوم الفيديو راح يكون تكملة للحلقة اللي صارت امبارح، للفيديو اللي صار امبارح عن تصرفات نجيب ميقاتي أو نجيب المؤقت، مثل ما ثبتت بشجرة عائلته إنه هو إجا جدوده إجوا من مصر جابوهم لحتى يشاركوا بفرق القتال مع السلطنة الداعشية المملوكية من أجل ضرب الشعب اللبناني الأصيل اللي كان موجود على الأراضي اللبنانية بوقتها. وعلى سيرة ال 19%، معلش رح نكفيها هيدي، على سيرة ال 19% يلي تجرأ وفتح تمه فيها، إذا بدنا نرجع للوايح الشطب من سنة 635 وطلوع أو 635 ميلادية ونزول، إذا بدنا نرجع لهيدي لوائح الشطب بيطلعوا بصيروا اللي على شكله أنا نجيب المؤقت بصيروا 0% بلبنان يعني، فما حدا يزايد بهذا الموضوع وما حدا يتجرأ يفوت فيه لأنه بده يرجع للأساس الواحد، بده يرجع للدي إن إيه. ترجعوا للدي إن إيه ل 635 بينعرف مين هو شعب لبنان الأصيل ومين هو لازم ينشحط أو يروح لربعه بصحراء الربع الخالي. وهذا الحديث موجه لنجيب المؤقت يلي سارق وناهب المالية العامة، يلي سارق أموال الكفالات تبعية الخطوط الخليوي السلس، ويلي سارق القروض الإسكانية وفوايدها لأنه هو سرق القروض الإسكانية دينها لمصرف لبنان بفايدة أكثر من 30% وهو كان يدفع عليها 0%، ويلي سرق أموال اللي بامبوست كمان، مش أموال اللي بامبوست، اخذ اللي بامبوس سيطر عليها استحوذ عليها لحتى يسرق اموال الدوله وما يدفع المترتبات الماليه على شركه اللي بامبوس للدوله اللبنانيه، غير السرقات اللي عملها بالاردن بالكويت بسوريا بملف سيرياتيل اللي طالع حكم فيه بمليار و300 مليون دولار وطالع مذكره توقيف لتوقيفه. ما بعرف هلا بحاول يبيض صفحته مع القيادة بسوريا ومع الرئيس بشار الأسد، بس ما بعرف كيف الرئيس بشار الأسد بيقدر يمرق له إياها أو يمرقها لنبيه بري، يعني هيدي الأمور ما بعرف، بس تعرفوا السياسة إيران والمحاور وسوريا والسعودية تعرفوا بصير في تسويات بهيدي المواضيع. ولكن على الأهم إنه تورطه بالملفات المالية مع خيو طه وابن خيو ومع رياض سلامة وشركائه ورجا سلامة بمواضيع كتير كبيرة، وهو مشان هيك حس بالسخن وقال لك صار لازم اتدخل شخصيا بالسلاح الابيض تبعي لحتى احمي رياض سلامة لحتى ما بتوصل الموس لدقنه وتنشد الحبل على رقبته. فعلى هذا الاساس نجيب المؤقت هو انسان طائفي حقود بغيض خبيث وسخ دينيا ومذهبيا وطائفيا، وبس ينحشروا بدروها على الدين وبدروها على الطائفية، مع انه كله نبزينك بطرابلس لك شارع وشارع دنقة دنقة مثل ما بيقول معمر القذافي بطرابلس بيحقدوا عليك وبيكرهوك لانك ما عملت شيء لاولاد طائفتك ولا لاولاد بلدك بطرابلس او بعكر. على كل حال شفنا امبارح التصرف الارعن، اليوم مثل ما كنت انا متوقع امبارح ومثل ما طلبت مجلس القضاء الاعلى انه يجتمع ويصدر قرار برفض القرار الارعن اللي ارتكبه نجيب المؤقت ويلي نفذه وزير داخليته اللي هو بسام المولوي اللي هو كان المفترض يكون قاضي، ولكن للاسف ما بعرف هيئته، يعني مثل ما بتعرفوا كان كيف كانوا ياخذوا الشهادات بالزعبره، هيئته كمان هو ما خصه بالقانون، او كمان لانه امره نجيب المؤقت نفذ له ارادته، بالتالي ما معهم خبر لا بامور الشعب ولا بهموم الشعب ولا باموال المودعين. على كل حال اليوم صار في تطورين لافتين يعني ما كانوا ينتظروا قبل التحقيق الاوروبي، تعرفوا قبل ما يجوا الوفد الاوروبي للتحقيق القضائي بلبنان كان غسان عويدات هو اللي يقوم بالمهمه مع انه صلاحيه هي تعود للنيابه العامه التمييزيه، بس غسان عويدات كان حيالله تحرك او اجراء بتقوم فيه الرئيس غدعون كان يطلع قرار للضابطة العدلية بعدم تنفيذ أي قرار من قراراتها، وكان حتى يهوش فرع المعلومات على أمن الدولة لحتى ما تنفذ قرارات ضد رياض سلامة. وبفأس الزر بس إجت لجنة التحقيق الأوروبية صاروا كلهم تحت الواوا وتحت العصاية، صاروا كلهم بدهم يتسابقوا مع بعضهم مين بينفذ
الادعاءات على رياض سلامه. ولاحظت امبارح لما حكيت كمان انه هيدي من صلاحيه مدعي عام تمييز مش صلاحيه رئيس الحكومه ولا وزير الداخليه، بالتالي المدعي عام تمييز لم يتجرأ ان يصدر اي قرار بهذا الموضوع. اليوم التطورين البارزين، اول تطور انه اجتمع مجلس القضاء الاعلى مثل ما كنت طلبت، هلا يسمعوا مني ما سمعوا مني، بس بتعرفوا لسان ال155 لسان بيبروش يعني، واكيد عم توصل الحقيقه لكثير من الناس وعم بيعرفوها، بالتالي بيفزعوا من هيدي الكلمه لانه بيفزعوا من البرش اللي بدي يكمله. فانعقد مجلس القضاء الاعلى وبالتالي اصدر بيان جيد جدا وممتاز، ولم يكن ليكن هذا القرار لولا القضاء الأوروبي والعصاية اللي حملها على المفاتيح الأساسية على رأسهم غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى. بالتالي أزعنوا وقالوا الحقيقة اليوم وصرحوا أنه نجيب مئاتي ووزير الداخلية ما بحق لهم يتدخلوا بالسلطة القضائية، وبالتالي قراراتهم باطلة مثل وجوههم، مثل نجيب المؤقت، مثل المولوي تبعه. ذكرني بسام، يمكن في قرابة مع شادي المولوي مشان هيك يعني بيضلوا يعني متحابين نجيب المؤقت وبسام المولوي، لأنه وقت اللي هرب شادي المولوي تتذكروا وقت طلعوا سيارته من المحكمة العسكرية وهو متهم بالإرهاب وبقتل عناصر وضباط من الجيش اللبناني، هيئته ما بعرف، ما أنا نسأله لخينا بسام بتقربوا لشادي المولوي. على كل حال قال المجلس القضاء على أنه هذه القرارات هي قرارات غير قانونية وبالتالي تعتبر تدخل سافر بشؤون القضاء، وطالبوا نجيب المؤقت وبسام المولوي طالبون بالعودة عن هذه القرارات. هذا تطور إيجابي عظيم جدا نتيجة الضغط القضائي الأوروبي على هؤلاء القضاة على رأس سهيل عبود وغسان عويدات. بالتالي مش مشكلة لو كان الضغط جاي من حي الله حدا، المهم عم ينفذوا هلا القرارات مثل ما لازم وعم بيتأيدوا بالقانون. فمطلوب من نجيب المؤقت ووزير داخليته انه يرجعوا فورا عن هذه القرارات تحت طائلة الملاحقة. هلا انتبهوا، اذا بدكم تلاحقوا نجيب بالمؤقت هلا صار فيكم تلاحقوه قدام القضاء اللبناني، لانه لن يتجرأ اي قاضي بعدم التحرك بالدعوة التي ستقدم بحق نجيب المؤقت، لانه كمان بدو يتشرك فيها القضاء الأوروبي، لأنه هني عم بيعرقلوا هلأ مثل نجيب المؤقت بقراره هيدا، وهيدا رح يكون موضوع الدعوة الأساسية اللي رح نقدمها ضد نجيب المؤقت وبسام المولوي بأوروبا. يلا جاي كم يوم ورح تتقدم الدعوة بحقهم. الموضوع الأساسي أنه اتخاذ هكذا قرار غير قانوني وغير دستوري من رئيس نجيب مؤقت، يعني هيدا عرقلة لسير التحقيقات القضائية الأوروبية بالملف الأموال المدعى بها ضد رياض سلامة وضد حوسة رياض سلامة، أكانوا من مصرفيين أم سياسيين أم غيره. بالتالي نعم ارتكب غير الجرائم الدستورية والمخالفة القانون الموظفين ومخالفة القانون الإداري بلبنان، ارتكب نجيب المؤقت جرم أمام القضاء الأوروبي وهو عرقلة سير التحقيق عبر إصدار قرارات لمنع تنفيذ واستكمال القرارات القضائية التي تقوم بها الرئيس غادة عون، علما أنه الرئيس غادة عون من خلال تحقيقاتها بالملفات السابقة، إن كان بالإسراء غير مشروع، إن كان بالتحويلات المالية، وإن كان بالملفات على رياض سلامة أو على أصحاب المصارف، هذه التحقيقات ارتكز عليها على قسم كبير منها التحقيق الأوروبي القضائي، وبالتالي هي تعتبر مصدر قضائي أساسي للتحقيق الأوروبي، مثل ما اعتبرت التحقيقات التي أجراها الرئيس جان طنوس مصدر أساسي للشروع في التحقيقات الأوروبية ولاتخاذ القرار للتدخل والمجيء إلى لبنان من أجل الغوص في هذه التحقيقات إلى نهايتها. وبالتالي كمان لجنة التحقيق الأوروبية القضائية راجعة بأول أسبوع من شهر أدار المقبل وراح يبلشوا بهيدي القصة. تاني يعني انتبهوا، برجع بركز، القرار مجلس القضاء الأعلى والبيان اللي صدر لم يكن ليصدر لولا التحقيق الأوروبي ولولا هذا الضغط المعنوي الإيجابي والأخلاقي على المفاتيح الأساسية في القضاء اللبناني. تاني تطور اليوم هو تنفيذ المدعي العام الاستئنافي أو المحامي العام الاستئنافي في بيروت الرئيس رجع حموش لمنطوق القرار الذي أصدره غسان عويدات واللي حركه من بعد مجيء لجنة التحقيق القضائي الأوروبية، أي أمر
مدعي عمل استئنافي في بيروت بالادعاء على رياض سلامه. في كتار من بعد هذا الادعاء انقسموا حول حقيقه هذا الموضوع وعلى النتيجه تبعه. في منهم عم بيقولوا انه طيب كيف لحتى بهالسرعه ادعى وما هو ما حقق مع رياض سلامه. هون رجال القانون بيفهموا فيها هيدي، ولحتى نفهمها للناس اللي مش مجبورين يفهموا بالقانون، يعني مش كل الناس تعرف بالقانون. بالتالي عدم التحقيق مع رياض سلامه بالادعاء مش هيدا منه في قطبه سياسيه مخفيه، لا هيدا لانه نفذ قرار النيابه العامه التمييزيه يلي طلبت من النيابه العامه الاستئنافيه الادعاء على رياض سلامه. لم بموجب القطب الكتاب او الامر الذي اصدره مدعي عام التمييز سابقا اللي وديله زياد ابو حيدر ويلي متروبوليت عوده تدخل معه لانه بتعرفه ارثوذكسي وهو تابع لبيروت، ومتروبوليت عوده بتعرفه عوده جماعه يعني المنظومه الدينيه، تدخل معه قال له ممنوع تدعي على رياض سلامه، ومشان هيك عمل لي ساعه التنحي، ساعه طلب كف اليد، وساعه مدري شو. رجع حموج نفذ القرار. بالتالي القرار عندما ياتي من النيابه العامه التمييزيه، هذا على الصعيد القضائي القانوني، بس يجي امر من النيابه العامه التمييزيه للنيابه العامه الاستئنافيه بالادعاء، ما بالادعاء اجى مش بالتحقيق واخبارنا بالنتيجه، لا اجى امر بالادعاء، يعني بتدعي النيابه العامه الاستئنافيه وبتحول، ما بتحقق مع المطلوب الادعاء ضده، ما بتحول. هيدي ما فيها قطب سياسي، سو ما حدا يعطي الهم. تاني تحليل همايوني طلع من بعض الاعلاميين والصحفيين ورجال القانون والسياسيين، انه الادعاء من قبل النيابه العامه الاستئنافيه على رياض سلامه هو من اجل تثبيت حمايه رياض سلامه من الادعاء الاوروبي. هون خلينا نحكي كمان بتفصيل صغير بالقانون. اول شيء صحيح ان الشخص او المتهم لا يدعى عليه بنفس الجرم مرتين، ولكن بحالتنا الراهنه هيدا ما له علاقه بهيدا، يعني الادعاء اللبناني لا علاقه له بالادعاء الاوروبي، وبالتالي حصول الادعاء اللبناني لا يوقف الادعاء الاوروبي. ليه؟ لانه صحيح الجرائم المدعى بها نفس الموضوع، يعني تبييض اموال، اختلاس، اسراء غير مشروع، تهرب ضريبي، تزوير واستعمال مزور، ولكن هذه الجرائم اللي ادعى فيها رجع حموش الرئيس رجع حموش هي حدثت بلبنان. يعني لما حول المصريات عبر شركات وهميه باوروبا رياض سلامه وشركائه وخيو لنجيب المؤقت وابن خيو لنجيب المؤقت، تم الجرم وقوعه وين حصل؟ حصل بلبنان. بالتالي هذا الادعاء جاء على جرائم حصلت في لبنان بغض النظر عن عنوانها هيدي الجرائم. اما الجرائم باوروبا فهي حصلت باوروبا بمكان اخر، يعني محل وقوع الجرم هو باوروبا، بالتالي لا يجوز المقارنه بين اثنين، وبالتالي لا يجوز اعتبار ان الادعاء اللبناني سوف يوقف الادعاء الاوروبي، او في بعض التفسير بتقول انه بده ينطر القضاء الاوروبي نهايه او صدور حكم من بعد الادعاء رياض سلامه الادعاء اللبناني على اساسه لحتى يقدر يرجع يتحرك. كمان هيدي ما لها علاقه بها، لا هي بتوقف هيديك ولا هيديك بتوقف هيدي. فاذا الادعاء الرئيس رجع حموش على رياض سلامه في لبنان على جرائم وقعت على الاراضي اللبنانيه لا علاقه لها ولا توقف اي ملاحقات او اي ادعاءات من قبل القضاء الاوروبي، لانه عم يدعي هو عن جرائم صارت بأوروبا وليس بلبنان. يعني هو ما بيجي بحقق عن جرائم حصلت بلبنان لأنه هيدي مش من صلاحيته. اثنين، الادعاء الأوروبي يأتي تبعا لمعاهدة مكافحة الفساد وتبييض الأموال اللي موقع عليها لبنان ب 12 نيسان سنة 2009، يعني اللي أقر مجلس النواب ب 12 نيسان سنة 2009. بالتالي الادعاء يأتي تبعا لهذه المعاهدة واللي إجراءاتها تعتبر مغيرة تماما للإدعاء العادي. فلهالسبب ما حدا كتير يشوط بتفكيره وبتحليله الخنفشاري الهميوني على الفاضي، وما ينبسط كتير نجيب المؤقت هذا الطائف الداعشي البغيض الحقود الناهب مال العام واللي فاسد عقول الإدارة معه. هلأ هون عم هلا مين مبسوط اكثر شيء؟ مبسوط نبيه بري لانه مش عم يجيب سيرته كثير بهذا الموضوع، ولكن لا يتجرأ نجيب
المؤقت ان يكون باي عمل او تصرف او اتخاذ حق، حتى القرار اللي اتخذه امبارح لولا تغطيه نبيه بري. يعني بس نحكي عن جيب المؤقت، يعني عم نحكي عن المنظومه، يعني بيشملها بري ووليد جنبلاط واهل الذمه من المسيحيين الذين لم يتجرؤوا ان يتلفظوا بحرف واحد على ما قام به مقاتل. سمعتوا سمير جعجع حكي شي كلمه؟ ابدا. سمعتوا سامي جميل حكي شي كلمه؟ ابدا. سمعتوا سليمان فرنجي حكي شي كلمه؟ ابدا. ليه؟ لانهم اهل ذمه يتبعون الوثيقة الذمية، يعني خلص سكوت، انت بسكوت يعني، ولا سمعتون شيء حكيوا شيء كلمة ابدا. فاذا التفسير الثالث اللي عم بيقولوه، طيب رايحة الادعاء تبع النيابة العامة حولها عند قاضي التحقيق الاول اللي هو شربل ابو سمرة، وكلنا بنعرف انه شربل ابو سمرة هو جعجعي الهوى والهواء، جعجعي. ممكن كمان يروح على يعني يوصل الملف على التحقيق او يستلمه هو شخصيا ويبادر التحقيق ويطلعه كف تعقبات لشو اسمه لرياض سلامي ويبريه، يعني يعمل له منع محاكمه، عفوا يعمل له منع محاكمه. هون كمان بده ينتبه الرئيس ابو سمره انه كمان بالدعوه اللي رح نقدمها باوروبا رح نذكر كل هذه التفاصيل، ورح نذكر كيف انت يا ابو سمره بالتحديد لما اجاك ملف الادعاء من الرئيس غادة عون من النيابه العامه الاستئنافيه بحسب الصلاحيه المكانيه، لانه الادعاء بجرائم الاثراء غير مشروع، صحيح النيابات العامه برات بيروت بيدعوا فيها، ولكن ال 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 تحول حكما وتلقائيا بعد الادعاء الى قاضي التحقيق الاول في بيروت، يعني كل جرائم الاثراء غير مشروع مجبوره بعد الادعاء من النيابه العامه بحيالله محافظه بلبنان لازم تروح عند قاضي التحقيق الاول ببيروت حصرا. فبالتالي راح منقول انك يا ريس مصمرة انك انت اخترعت مخالفه قانونيه واسقطت الجرم المدعى به بالاثراء غير المشروع ضد نجيب المؤقت بالسقوط بمرور الزمن الثلاثي، مع انك بتعرف هي جريمه قانونيه، هيدي لو في قضاء كمان، وهيدي رح نضغط على القضاء من اجل توقيفك بهذا الموضوع او سجنك يا رئيس ابو سمره، لانه قانون الاسراء غير مشروع الصادر سنه 1927 والمعدل سنه 1983 والمعدل سنه 2021 لا يسقط بمرور الزمن، اكان الثلاثي او العشري، يعني اكان الجناحي او الجنائي. بالتالي اختراعك لهيدي المخالفة القانونية اللي هي جرم قانوني بإسقاط الجرم عن نجيب المؤقت بمرور الزمن، إسقاط جرم إثراء غير مشروع بمرور الزمن، هيدي نقطة سوداء على ملفك، وبدك تنتبه أي تصرف أرعن بملف رياض سلامي بهذا الموضوع سيؤدي إلى كشف ملابسات قضيتك وملاحقتك كمان أمام القضاء الأوروبي بكرة بس تقدم هذه الدعوة. بالتالي أنا نصيحة مني كمواطن لبناني يفقه قليلا بالقانون، إنك بس توصل لك، أنت اليوم صرحت إنه ما وصل الملف بعد تبعك تبع الإدعاء الرئيس رجع حموش على رياض سلامي، بس يوصل على دائرة التحقيق القاضي الأول تفضل حوله لقاضي بنوثق فيه بينوثق فيه، ما تخليه عندك الملف، احنا اخترع لنا شي خبرية مثل خبرية اسقاط الجرم عن نجيب المؤقت بمرور الزمن الثلاثي. فبالتالي تفضل حوله عند قاضي التحقيق محل ثقة، انت منك محل ثقة نتيجة جرمك القانوني اللي عملته بملف الاثراء غير المشروع ضد نجيب المؤقت. فبالتالي ما حدا يعتى الهم، حتى ابو سمرة وحتى حيالله قاضي لن يتجرأ ان يمارس العادات السرية اللي كانوا عم يمارسوها قبل التحقيق الأوروبي، لأنه في واوا، لأنه في واوا وفي هزة عصاية، وبكرة كلامنا بيتثبت لما ترجع لجنة التحقيق الأوروبية. فبالتالي هيدي التطورين اللي صاروا ونقطة الادعاء على رياض سلامة لن تؤثر على التحقيق الأوروبي، وما حدا يتوهم بهذا الموضوع، وعن جد بيكون واهم وبيكون مش عارف شيء ومش دريان بشيء أبدا. فإذا طلع كمان انه هناك نجيب المؤقت لم يكن ليتجرأ ان يصدر هذا القرار امبارح لولا غض طرف ونظر من بطريرك بشارة الراعي، وكل الاخبار عم بتقول انه البطريرك بشارة الراعي لما طلب من
سهيل عبود رئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعم تميس غسان عويدات وانا جيب ميقاتي لما اجتمعوا بالبطريركيه ورفض الاجتماع غسان عويدات لحتى ما تندار طائفيا ودينيا انه موارنه وصلنا عم يتدخلوا ببعضهم. يقال انك انت اللي طلبت من نجيب ميقاتي انه يقوم بهذا القرار من اجل اقصاء الرئيس غادة عون. اذا كان هذا الكلام صحيح يا ويل يا ويل اللي عمله، واذا كان غير صحيح تفضل يا حضرة البطرك تعمل بيان بتستنكر وبتنكر وبتنفي يلي عم يجي على لسان الصحفيين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام. بالتالي نحن لا نقبل بأن يتعرض مركز البطريركية، قيمة البطريركية أنطاكيا وسير المشرق إلى هذا الهجوم، وعليك أن تصفي هيدي الموضوع وتطلع تحكي بالعلن أو عبر دائرتك الإعلامية ببكركي تنفي هذا الموضوع وتحمل مسؤولية كل من أشار إليه، وإلا يعني معناتها حضرتك بتكون مشترك بالعملية اللي كانت عم تنعمل بضد الرئيس غادة عون، مش لأنه مارونية ولكن لأنه نقل كلام ومصادر إنه حضرتك متدخل بهذا الموضوع وطلبت من نجيب المؤقت. فيجب وضع حد لهذه الإشاعات إذا كانت إشاعات عبر إصدار بيان إعلامي عن البطريركية المارونية بنفي هذا الموضوع. إذا ما نفيت معناتها تعرفوا الصمت هو دليل الموافقة، وبالتالي يعني اللي بده يتدخل بالسياسة بدنا نتعاطى معه بالسياسة، بدنا نهاجمه سياسيا، لا منهاجم المقام ولا منهاجم بالشخصي، منهاجم بالسياسة. فهيدا الحق، وأنت يا حضرة البطرك أنت جيت تشهد للحق كما علمك ربك ومعلمك يسوع المسيح، بالتالي إذا لم تشهد بالحق فمعناتها إيمانك باطل ومعناتها مركز اللي أنت أخده بيكون باطل. فبنا نركز على هيدي المواضيع. إذا هيدا اللي صار اليوم هو تطور إيجابي صحيح مفاجئ للبعض ولكن ليس مفاجئ لنا، لأنه الإجراءات اللي عم تتخذ صار لها 3-4 سنين واللي عم نحكي عنها وعم نحكي عن الحقيقة صرنا 3-4 سنين عم نحكيها، لأنه عارفين بدها توصل للأمور لها لهيدي النتيجة، وعارفين أنه الحق لا يزهق أمام الباطل، وبالتالي اللي بده يلحق حاله عن جد يلحق حاله، لأنه الآتي بعد يعني نجيب المؤقت رح يتورط وأصلا مورط، ولو مورط صدقوني ما بيتجرأ كان يصدر هيك قرار ويفضح حاله على المكشوف. يعني تخيلوا غسان عويدات اللي هو مدعم تمييز واللي هو ما تخزوني على التعبير سنه يعني مثله لنجيب المؤقت لم يتجرأ على انه يوافق على ما قاله ما قام به نجيب المؤقت، لا بل بالعكس شارك بمجلس قضاء الاعلى ووافق على الموضوع. هذا تطور ايجابي. فبالتالي لما نحكي عن الفساد لما نقول نجيب المؤقت فاسد او نبيه مبري فاسد او وليد جنبلاط فاسد او فؤاد سنيوره فاسد او حيالله شخص فاسد، مش منقول عنه لأنه سني أو شيعي أو ماروني أو درزي أو مسيحي، لا، لأنه هو شخص فاسد. بالتالي هذه المنظومة بلشت تتخبط ببعضها، والدليل اللي عمله نجيب المؤقت. فمثل ما عودناكم بالحقيقة على طول ومثل ما عودناكم نشرح لكم الأمور مثل ما هي، القرار خلص، القرار مثل ما قالت الرئيس غادة عون كأنه لم يصدر لأنه صادر عن جهة باطلة وغير دستورية وغير قانونية. بالتالي من يوقف الضابط العدلية ليس رئيس الحكومة ولا وزير داخليته، وزير الداخلية ينفذ القرار إذا أتى من النيابة العامة التمييزية، لأنه الذي يحرك الضابط العدلية هو القضاء، وبالتالي هو مدعي عام التمييز والنيابات العامة. إذا لم يصدر القرار عن مدعي عام التمييز يروح يبلط البحر نجيب المؤقت، هذا الطائفي البغيض الداعشي المكرفت يلي سارق أموال الناس وأموال اللبنانيين وأموال السوريين وأموال الأردنيين وأموال الأوروبيين، اللي رح يتلاحق عليها مثل ما هلأ تم الادعاء على رياض سلامة، رح يتم الادعاء عليه. مش مطولة قصته والمنظومة تبعيته كلها سوا مش مطولة. شفتوا ليش كنت قلكم سياسة الملف ورا ملف؟ لايكوا شو عم بيصير وشوفوا شو رح يصير. هلأ طولوا بالكم بس شوي، عم تركب القصة وعم بيفضحوا حالهم لحالهم بحالهم، يعني مش عم بيخلونا نعمل جهد إضافي أو عم نصرف إفور لحتى نكشفهم،
كشف حاله امبارح مئاتي وكشف انه هو شريك المصارف، جمعية المصارف، وشريك رياض سلامة. بالتالي هاي الحلقة السياسية والدينية والقضائية كانت موجودة. بس هلأ كتر خير الله تحية الأوروبي واللجنة القضائية الأوروبية عملت لهم المفعول تبع العصاية لما هزوها قدام السلطة القضائية اللبنانية. وعلى كل حال نحن منشد إيدنا ومنحطها بإيد رئيس مجلس القضاء الأعلى شو ما كان توجهه السياسي، طالما عم بيعمل قرارات صح. ومنتمنى على مدة أيام التمييز أنه يعمل بيان صحفي بكرة أو مؤتمر صحفي يقول لا خلص، قال ما عادش بدنا منه، لأنه اليوم وافق على بيان مجلس قضاء الأعلى. امبارح كنت طلبها منه، بس بما أنه وافق على بيان مجلس قضاء الأعلى عفيناه من هيدا الطلب وخلص انسى الموضوع. ولكن يجب التحرك أيضا لمحاسبة مدعي العام المالي حتى لو كان مغطى من نبيه بري، لأن المدعي العام المالي مقصر جدا ولم يقم بأي واجب ادعائي تلقائي على كل الجرائم التي ارتكبت المالية بالتحديد منذ العام 1993 لغاية هذا التاريخ. بالتالي نتمنى على مجلس القضاء الأعلى أن كمان يطلع بيان ويعمل قرار ضد بقاء مدعي العام المالي علي إبراهيم بوظيفته لأنه لا يقوم بأي واجب. آخر نقطة بهذا الفيديو بحلقة اليوم، رياض سلامة أصبح مدعى عليه، وبالتالي مدعى عليه بجرائم مالية، تبييض أموال، تزوير، استعمال مزور، اختلاس وإسراء غير مشروع، وبالتالي لا يجوز عليه البقاء في مركز حكمية مصرف لبنان. ويجب على مئاتي على نجيب المؤقت أن يجمع الحكومة من أجل إصدار القرار. لا هيدا ما بده قرار حكومي، كف اليد لرياض سلامة فورا ودون تباطؤ. نعرف أنك ما رح تعملها لأنك شريكه بالجرائم المالية، ولكن يجب هلأ في حال نجيب المؤقت ما قام بهذه الخطوة بكف يده، يجب على مجلس النواب وعلى نبيه بري إذا بعد فيه الواحد يقدر يحكي بالمليح عنه، تفضل إذا ما اتخذ القرار نجيب المؤقت بكف يد رياض سلامة فورا لأنه صار مدعى عليه وبجرائم مالية، مش مدعى عليه بشيك بلا رصيد أو مدعى عليه بأنه خبص له خبوصة أو متجوز أربع نسوان، لأنه بتعرف عند المسيحيين ما في أربع نسوان، يعني عامل جرائم هو تعدد الزوجات، هيدي ما ادعوا فيها، ما بعرف ليه ما ادعوا فيها، هيدي بعدين بيدعى فيها. بس إذا ما قام نجيب المؤقت بهيدي الخطوة فيتوجب على رئيس مجلس النواب عملا بمواد الدستور اللبناني وعملا بمواد النظام الداخلي لمجلس النواب أن يدعو إلى جلسة تحقيق مع نجيب مئاتي ومساءلة للتحقيق معه حول لجنة التحقيق البرلمانية، لماذا لم يقم بهذا القرار ولم يتخذ هذا القرار بوقف وكف يد رياض سلامة. ومثل كل آخر فيديو، إذا زهرة موقوف كذا ما تهودي بين بعضنا خي إخوة، يعني بصحراء الربع الخالي والله بمعراب ما هني إخوة، يعني بيكون قارط له مشي أمير عم بيقولوا قارط مصاري، هاي شو الدبان الأزرق ما عش عارف وينه إذا عملها. يعني سعد الحريري وقت اللي اعتقلوه بالسعودية طلع فيه وراه رئيس جمهورية فخامة الجبل مثل عماد بشلعون ومثل الوزير السندباد وزير جبران باسيل، طلع فيه وراه زلم يعني لحتى شلوه، ولكن زهرة مين بده يشيلك؟ ما هلأ بينبسط سمير لأن بس هلأ يمكن تنكرز شو اسمه ستريدا، لأنه توني زهرة وستريدا عاملين جبهة بقلب القوات اللبنانية ضد سمير جعجع والباقيين. فهلأ على كل حال هلأ منشوف كيف الوسطات بتدور، فإذا عملها شو بدنا نعمل له؟ يعني يقبع شوكه بإيده. فمثل كل آخر فيديو بنقول له نحن معك لآخر نفس للجنرال عون فخامة الجبل يلي من خلال مبادئه نحن ومن خلال وجوده على رئاسة الجمهورية كان بوقتها ومن خلال استمراره هلأ رحنا رح نضل مستمرين ورح نضل معه لآخر نفس. مشوفكم بكرة الساعة 9:30 بتوقيت الجبل مجددا، لاقونا وتصبحوا على ألف خير.